بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. المحاضرة اللي هي محاضرة رقم 3 اللي هي تخص السيت اب، المن سيت اب للاكس اي ام بي بي او يسمونه زامب. طيب اول شيء خلينا نسوي لها داونلود. من نسوي لها داونلود؟ نسوي لها داونلود من هنا، يعني من هنا راح نكتب داونلود داونلود اكس اي ام، راح يطلع لنا هاي، ومن هاي نقدر نوجه هاي، افتحها ولو هي مفتوحة، راح نسوي لنا داونلود. والداونلود مثلا شنو عندك؟ عندك ويندوز، تنزل اللي يفيدك، او لينكس او او اس، شوف شنو اللي يفيدك تقدر تنزلها. بعد ان تنزلها راح نشوف اكو فيديو حلو، راح نروح عليه وناخذ من عنده بعض الشغلات احسن ما نظل ننتظر. هذا الفيديو دا يشرح شلون يعني راح يصير عندك ايقونه بهذا الشكل. راح اسوي لها دبل كليك، بعد ان اسوي لها دبل كليك راح تطلع بهذا الشكل، هذني ممكن ان تبقيهن كلهن لانه تحتاجين هنا الاباتشي الام اس كيو الى اخره، يكون تحتاجين تسوي لها نكست هنا، ومن ثم هاي تستمر. هو دا يريد يختار قبل هاي شوي، راح يطلع لك هنا وين هنا وين تريد تخلي هذا الملف اكس اي ام. انا خليته بالاف، وانا مثلا مخلي بالشي، تقول له نكست، راح ينزل الملفات مالته. من يكمل تقدر هاي تشيل هالهاي وتسوي فنشت. من يخلص هذا ايش راح تسوي؟ راح يطلع لك بهالشكل، ومن ثم راح تدور عليه قبل هاي هنا، تدور عليه وين؟ تدور عليه هنا بالاسم او هنا تكتب اكس ام، راح يطلع لك. تاخذ هذا الكنترول تسحبه تخليه هنا، يصير عندك ثلاث اشياء، هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاث. هذا الاباتشي، وهذا تفتح به الفايلات اللي هو سبلاين تكست، وهذا اللي تنفذ به الكروم. ثلاث اشياء تقدر تخليهن هنا. طيب هذا ما يفيدنا من الفيديو. نكمل بعد، نكمل الفيديو ونحتاجه. طيب احنا محاضرتنا هي سيت اب، سوينا سيت اب، نزلناه وسوينا الاكس اي ام. هسه راح نفتح هذا الاكس اي ام، راح يطلع لنا بهذا الشكل، بس ما راح يطلع بهذا الشكل، راح يطلع بهذا الشكل بالضبط، هيجي بهذا الشكل راح يطلع. احنا شو نسوي؟ نجي نسوي ستار للاباتشي، هذا الاباتشي سوينا هذا ستار، ام سي اس كيو على سوينا ستار، الفايل زل اللي نرفع عليه الملفات سوينا ستار، المارك سي هذا ايضا سوينا ستار، وهذا سوينا ستار. اكو بهن يعني يقول بهم مشاكل بعد، يعني هذه وهاي جزء من يصير ستار. على كل حال احنا نحتاج حاليا الاباتشي. الاباتشي وين فتحها؟ فتحها 0.88. طيب احنا شو نسوي؟ نجي هنا نشوف مثلا هذا الاباتشي مفتوح، راح كليك ايمن، راح تشوف الاباتشي، وهنا مفتوح. سوي له ستوب، تقدر وتقدر تفتحها مره ثانيه، سوى له ستوب الاباتشي حتى نلاحظها. كليك ايمن، شوف الاباتشي مغلق، سوي له ستار، صار ستار. شوف راح يجيب لي كل ذني. طيب اذا انت راح اللوكال هوست مالتك هنا، يجوز غير رقم، يجوز 80 فقط، يجوز. المهم طيب انت من ايش راح تسوي؟ من راح تفتح هاي، وتكتب، اول ما تكتب لوكال هوست، لوكال هاي هي مكتوبه لوكال هوست، تكتبها انت لوكال هوست. تخلي نقطتين، وتخلي شنو؟ تخلي هاي اللي عندك اياها بالضبط، يعني حتى تشوفها اي هاي 8.08
8 0 8 0 وتخلي السلاش وتخلي السلاش. طيب هسه وين تروح؟ هسه انت بدك تفتح جديد، وين تروح؟ تروح على خلينا نطلع من عنده ونطلع بعد ونطلع بعد. طيب هسه احنا وين؟ انا فاتحه بالاف هنا، هنا الاكس اي ام بي بي هذا تفتحها، راح تروح وين؟ اتش تي دي او سي اس تفتح ايضا، وتفتح لك هنا بي اتش بي كورس، بي اتش بي كورس مثلا او اي شيء اسم اخر. هاي بي اتش بي كورس تخلي بيه الملفات، راح نفتحها ايضا بي اتش بي كورس. هاي كل الملفات او كل السورس اللي راح تلاقيها بالسورس مال 103 محاضرة، كلها راح تكون موجودة عندك، بس تفتحها تشتغل عليها. اوكي، اذا انت وين هسه؟ بالبي اتش بي كورس، بي اتش بي كورس دخلت بداخل البي اتش بي كورس. نرجع لموضوعنا، هنا انا وين انت؟ هنا 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 بعدك 80. اذا راح تحط البي اتش بي كورس، تحط هالبي اتش بي كورس، خلينا نشوف اللي هنا وصلنا البي اتش بي كورس، هنا البي اتش بي كورس. طيب راح تحط اي ملف من هالملفات، اي ملف من هالملفات راح يشتغل. مثلا احنا حاطين ملف اندكس بي اتش بي، اندكس بي اتش بي، وهنا وتقول له كونت انتر، تقول له انتر، اشتغل هذا الملف، نفذ هذا الملف. تريد تعيد تنفيذه هنا يسموه ريلود، اعيدها هنا، تقدر هنا نفذت انت، نفذت هذا الملف، ياهو الملف هذا، هذا اسمه، و سويت له ريلود. اي ملف من هالملفات تخلي هنا بالبي اتش بي، هنا بس شرط ان يكون بي اتش بي. يعني مثلا هذا الملف سيت اب هسه اللي احنا راح نريده، خلينا نريد ننفذه، اللي هو مال المحاضره مالتنا اليوم، نكتبه 3 بهالشكل، 3 3، ونحط له خارجه، ونحط له سيت اب و سيت اب و انتر. تنفذ ياهو، تنفذ هذا اللي هو مالت المحاضره مالتنا، هذا اللي هو يسوى الطبع النهايه، بس طبع اسم المحاضره، وطبع ان هذا شو اسمه، هذا الرابط مال شنو؟ الرابط ما خلينا نشوفه، صحيح هذا الرابط نفسه اللي نقدر نلقي عليه شنو الملفات اللي نريد نسوي لها داونلود، اللي هي اعتقد هنا موجودة، ما موجودة راحت. طيب يعني هذا إذا تجي تاخذه نفسه وتخليه هنا، راح يطلع لك الأشياء اللي شفناها قبل فترة قليلة. طيب هذه تقريبا معظم الأشياء اللي راح نشوفها بهذه المحاضرة. طيب هذا ايكو وده يطبع، وهذه البي اتش بي لازم نفتحها بهالشكل حتى تصير بي اتش بي، لازم هاي التاج مالتها بهالشكل، ونكتب بي اتش بي ونخليها مفتوحه، من ما راح نغلقها. طيب اريد بس اشوفك شلون تفتح فايل هنا، تقول نيو مثلا، وتكتب مثلا ايكو 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 عمليه طبع، هاي ايكو بين قوسين، ولازم تنتهي فارزه منقوطه، ومثلا خلينا نقول اسامه، خلينا نقول أسامة 900 حتى غير موجودة. طيب أسامة 900 إيش أريد أسويها؟ أسويها بابا هنا أسويها سيف، سويت لها سيف. بعد أن سويت لها سيف، أو قبل أن أسوي لها سيف، أريد أشوفك فد شيء. شوف هذه إيش مكتوبة هنا، علامة، يعني معناته شنو؟ معناته هذا يريد خزن، هذا ما خزن. هسه إحنا راح نخزنه، بيش نخزنه؟ نخزنه مثلا خلينا نقول أسامة 900، نفس الشيء أسامة 900، خزنا أسامة 900. إذا نخزنا هيك هو تكست، بس إحنا شو نسوي؟ نروح هنا ونقول إحنا نريد بي إتش بي، وهذا هو البي إتش بي، نسوي كليك، فصار هسه بي إتش بي وسيف 900. هسه هذا المفروض صار بي إتش بي، هذا أسامة 900 صار شنو؟ بي إتش بي. بي إتش بي هل هو بي إتش بي؟ ما أعرف، المفروض PHP. نرجع